حياكم من جديد في ساعة شباب. الآن الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي، بما أنه تحدثنا في البداية على التغييرات اللي بتحصل في شهر جولاي اللي جاي بإذن الله. وسائل الإعلام الاجتماعي هي وسيلة سهلة جدا لمعرفة المزيد عن المتابعين والجمهور بشكل عام، وعن آراء وانطباعاته عن منتج معين أو مادة معينة ظهرت في خلال السوشيال ميديا. من ضمن هذه الوسائل هي الشبكات الاجتماعية اللي تتضمن تويتر وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي. وعشان نتحدث أكثر عن هذا الموضوع المهم معنا الآن في وسائل التواصل المتخصص في وسائل التواصل الاجتماعي هتان أمين. حياك الله هتان. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا يا تراد، كيفك؟ إيش أخبارك؟ الله يسعدك. الحمد لله. كثير من الكلام عن خلينا نقول إعلانات السوشيال ميديا، ويعني في ناس تتقبل وفي ناس ما تتقبل، بس إحنا بنوضح أمور كثيرة جدا. بداية برأيك، أول شيء وسائل الإعلام ووسائل مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام الحديثة صارت تتيح الفرصة عشان يعني الجمهور يعرف أكثر عن المنتج، قد إيش هذه بأي كم نسبة قد إيش صارت بتحقق هذا الأمر؟ أهلا وسهلا. طبعا أول شيء أحييك وأحيي المتابعين على شاشة روتانا الخليجية. حياك الله. أول شيء هي social media is about two-way communication، يعني انه انت بتحاور الجمهور والجمهور يحاورك في نفس الوقت. انت تعرف جمهورك، الجمهور يتعرف على منتجاتك. حلو. فانت كل ما قدرت توصل لجمهورك المعين، طبعا لانه كل علامه تجاريه او كل فرد او كل شخصيه، خلينا نتكلم ان جنرال بالعامه، ليها جمهور متابع، ممكن يكون بفئه عمريه، ممكن يكون عن طريق الجنس، الحالة المادية بعض المرات، لأنه في علامات تجارية مش أي أحد كل كان أفوردت. صح مزبوط. فعشان كده أنت تعرف جمهورك، ففي تارجتينج لما أنت تستهدف جمهور بإعلانات لازم تستهدف الجمهور الصحيح. الجمهور يعني أنت ما تقدر تستهدف منتج غذائي للأطفال لشباب، تقدر تستهدف الأمهات، تستهدف الأبهات، يعني هم اللي هيجوا gonna buy your product، هم اللي هيجوا يشتروا المنتج. بنشوف إحنا كثير من الشركات الكبيرة صار عندها خلينا نقول حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام، وبرضو أيضا حتى المؤسسات الصغيرة والشركات الصغيرة بيكون عندها حسابات عشان يتواصلوا مع الناس. بس برضو في نفس الوقت في مساوئ لهذه الحسابات، يعني ما نقدر نقول انه طول الوقت هم بيستفيدوا، لانه اوقات لما يعني ما بنصدق احنا بنلاقي شيء بسيط مثلا في اي منتج ولا في اي شركه ولا في اي تعامل من تعاملات الشركه لعملائها، بنلاقي هاشتاج طالع ونازلين في الشركه الفلانيه على امر كثير. هذا ما تعتقد انه مره بينزل من هوية الشركة؟ هو طبعا سلاح السوشيال ميديا سلاح ذو حدين. يعني انت طبعا هيجيك يوم كويس صحيح ويوم بطال، نحطها this way. فيعني من تستخدم، يعني هو حسن استخدام اليوم البطال عندك، يعني لما حد ينتقد البرودكت حقك ولا ينتقد السيرفيسز حقك، هذه طبعا اراء، هذه اراء تنصب في تحسين وتطوير. يعني السوشيال ميديا از ابوت شفافيه، في شفافية بينك وبين تعاملك مع الجمهور، ومختلفة عن طريق عن التراديشنال ميديا أو الميديا التقليدية اللي هي طبعا إعلانات جرايد، إعلانات تلفزيون. هذه الأشياء أنت بس one way communication، أنت بس بتعلن للناس، بس أنت ما تعرف إيش الفيدباك حق الناس، أنت ما أنت سامحهم من وراء الشاشات، ما أنت سامحهم من وراء الجرايد اللي بيقروها. فهذا بيساعد على التطوير وتحسين خدماتك. صحيح. وانا اعتقد كمان انه يعني في بعض الناس صارت تشوف انه خليني اقول لك المواقع التواصل الاجتماعي ما بتحقق لهم مبتغاهم من الشكاوى او الاقتراحات او حتى سوء في التعامل لنفس العميل الا اكثر خلينا نقول ارتفاع نسبة الفولورز للشركة اللي هي المسيئة للشخص الاخر. ما عندنا هذه الثقافة، لانه بعض الشركات ما نقدر نلاقي لها مراجع، ما بتحقق نفس خلينا نقول لك متطلبات كل عميل. فمن ناحيه ثانيه برضو في ناس بتقول لا ترى هي في الاخير الشركه هي اللي ربحانه في ناحيه ثانيه للاسف الشديد. هذه برضو من احد الافكار اللي تواصل معنا المواقع التواصل الاجتماعي. طيب ايش اكثر الفوائد
اللي الواحد على الفرد وعلى الشركه وعلى الشركات طبعا في وسائل مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا اول شيء زياده الانتشار، يعني انت ما تقدر تبدا ستارت اب بزنس او شركات صغيره بدون صوت. سوشيال ميديا صوت بسيط ومجاني لك، وطبعا مش مجاني، هو مكلف طبعا في الاعلانات في تويتر فيسبوك سواء، لكن كمنصه مجانيه، لكنها كمنصه مجانيه عشان انت الناس يعرفوا اذا انا ابغى هذا البرودكت اروح لهذه الصفحه، اذا انا هذا خلاص. الويب سايت كان شيء هو المرجع طبعا، بس كان شيء قديم. الناس دالحين كان صار تركيز الناس كلهم على صفحات التواصل الاجتماعي سواء اي بلاتفورم، فيسبوك، تويتر، انستغرام، دالحين كمان جديد سناب شات. سناب شات انا اشوف انه مش اي بزنس ولا اي ستارت اب بزنس يقدر يكون عنده سناب شات، لانه في لازم يكون في تناغم بين العلامه التجاريه وبين القناه التواصل الاجتماعي. صحيح، جميل جدا. طيب في احنا ذكرنا انه في مساوئ في حسنات لكل حساب، وقلنا انه هو سلاح ذو حدين زي ما تفضلت، بس برضو ما نقدر نخفي انه امام الشركات تحديدا لانهم بيدفعوا فلوس وبيسوقوا وبيعملوا امور جدا كثيره، عليهم مخاطر في ظل وجودهم في هذه المنصه الالكترونيه، يعني ما هم انسيف دائما. طبعا طبعا، يعني لو في خلينا نحط مثال، لو في عميل جاء على معرض سيارات تقريبا وكان ممكن الموظف ما ساعده بالطريقه، هيروح على طول على السوشيال ميديا ويكتب والله انتوا الشركه يعني ما عندكم حسن تعامل للعميل نفسه. فهذا بيسبب مساوئ كثيره، يعني بيصير بسمعه الشركه نفسها اذا هذا انتشر، شخص هيكملها، شخص هيتكلم هنا وشخص هيتكلم هناك. في قاعده ال 6 degrees of separation اللي هو انه المعلومه صارت تنتقل عن طريق ست اشخاص، وممكن هذا الشيء والسته يودي لستة. صحيح صحيح مضبوط. فعشان الشركات طبعا ما تقدر تتجنبها لانه في شفافيه في السوشيال ميديا، تويتر ما تقدر تمسح التويتر، ما تقدر تمسح النيجاتيف فيدباك اللي صحيح جاء. صحيح، بس في النهايه هو نقد بناء ليك لانك انك تتطور وتحسن خدماتك وانك انت تحاول تبعد الاخطاء. اي نعم. طيب المنافسه الشديده ما بين الشركات في مواقع التواصل الاجتماعي برضو موجوده، وممكن نقول في اشدها اوقات على مواقع التواصل الاجتماعي. قد ايش يعني بيفرق مع العميل، او يعني ايش العميل بيستفيد من حكايه التنافس اللي صاير؟ يعني هل معقول العميل هو المستفيد من خلال المنافسه؟ تقريبا اول شيء منظور المنافسه، بعض الشركات تطلع على الارقام، كم عدد الفانس حقك، كم عدد الفولورز، وهذا شيء خاطئ طبعا، لانه انت في اشياء اخرى وعناصر هي اللي تحدد انه انت السوشيال ميديا بلاتفورمز حقتك ناجحه او لا، مش بس ارقام. في النهايه انت لما تيجي ممكن شخص شركه عندها مليون فولورز اون تويتر، بس ما في طريقه سرعه الاستجابه للعملاء مره ضعيفه، نت اكتف، المحتوى حقهم ما بيخاطب شريحه معينه. فتطبيق السرعه لازم اول باول الواحد يكون موجود. طبعا احنا يعني شاكرين لك الاجوبه اللي اعطيتنا اياها، لانه في اوقات كثير ناس بتختلط عليهم الامور وما بيقدروا يوصلوا لل يعني خلينا نقول لك المفاد مواقع التواصل الاجتماعي، او ليش هذول بيسوقوا، او كيف طريقه التسويق. المتخصص في وسائل التواصل الاجتماعي هتان امين، اشكر وجودك اليوم معنا. شكرا 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 على الاستضافه الجميله. الله يكرمك. طبعا احنا في ساعه شباب حنكمل معكم بعد الفاصل برضو مع ضيفنا القادم وفقراتنا الباقيه، خليكم معنا رجعين. في ساعه شباب بعد الفاصل، متى يعترف العالم برياضه السكيتنج؟